صباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، واليوم الأخير للنادي الأهلي في تونس وهو يوم المباراة المرتقبة أمام فريق الترجي التونسي في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا، اللي إن شاء الله يا رب لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني يكونوا موفقين خلال هذه المباراة ويقدروا إن شاء الله إن هم يفوزوا ويتأهلوا للدور المقبل، دور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا. لكن خليني سريعا أتكلم مع كل جمهور النادي الأهلي، أوضح لهم الكواليس هنا في فندق الإقامة. خلاص اللاعبين بيجهزوا في هذه اللحظات للتحرك طبعا لملعب رادس، لكن طبعا في البداية هيكون في ميعاد الغداء، وأكيد بعديه هيكون في محاضرة مهمة جدا من كابتن حسام البدري، واللي هيستقر فيها على كل الامور الخاصه بالمباراه سواء من ناحيه التشكيل او من ناحيه طبعا الشكل التكتيكي اللي ممكن يلعب بيه كابتن حسام البدري النهارده. بالتالي خليني اكلمكم عن اللعيبه بالتحديد. بالامس يمكن كان في اجتماع ما بين اللاعبين مع بعضهم، وكابتن عماد متعب طبعا احد كباتن الفريق كان اتكلم مع اللاعبين بشكل كبير جدا وحفزهم بشكل كبير جدا، واللاعبين متعهدين ان شاء الله ان هم يفوزوا في هذه المباراه. الكلام ده كان طبعا بعد المحاضره امبارح بعد العشاء اللي كان كابتن حسام البدري اداها للاعبي النادي الاهلي، فبالتالي في روح كويسه ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يفوز خلال هذه المباراه. لكن خليني اقول لكم على التشكيل شويه، نتكلم على التشكيل. يمكن كلام كتير عن تشكيل النادي الاهلي، وممكن كابتن حسام البدري يبتدي بمين، ممكن يقعد مين، ممكن يكون التشكيل مشابه للمباراه اللي فاتت ولا لا. لكن لو هنتكلم على التشكيل فهيكون شريف اكرامي في حراس المرمى، ناحيه اليمين هيكون احمد فتحي، ناحيه الشمال هيكون علي معلول، في اثنين مساكين هيكونوا رامي ربيعه، سعد سمير. لسه الامور مش واضحه شويه، هو سعد شارك في مران امبارح اللي هو المران الاخير اللي كان على الملعب الرئيسي استاد رادس، لكن كان واضح شويه القلق على سعد، خايف ان الشد او الاجهاد اللي في العضله الضمه يزيد يتحول لشد او مزق طبعا في العضله، فبالتالي ما يشاركش في المباراه. ففي حرص كان امبارح شويه من سعد ان هو في التدريبات خايف ان هو يتصاب اصابه كبيره في العضله دي، لكن هو عنده حماس كبير جدا ان هو يشارك. ده هيترتب على رؤيه كابتن حسام البدري ودكتور خالد محمود طبيب الفريق، لكن بنسبه كبيره اللي هيشارك محمد نجيب بجوار رامي ربيعه، وهو ده الاقرب طبعا عشان النادي الاهلي ما يخسرش تغيير بدري لا قدر الله لو سعد سمير لعب ممكن يتصاب. لكن بشكل عام نتمنى اي حد فيهم ان شاء الله هيأدي وهينفذ المطلوب من كابتن حسام البدري. لكن ده بالنسبه لخط الدفاع. هنروح نص الملعب، هيكون متواجد كل من حسام عاشور وعمرو السولي امامه طبعا، او امامهم ثلاثي خط الوسط الامامي بالنسبه للنادي الاهلي. عبد الله السعيد هيكون متواجد. التغييرين اللي ممكن يحصلوا في تشكيل النادي الاهلي هو عوده مؤمن زكريا وعوده وليد سليمان بدل من جونيور اجاي واحمد الشيخ. لسه كابتن حسام بدري يمكن اللي استقر عليه اكتر هو وليد سليمان مكان احمد الشيخ، لكن جزئيه مؤمن زكريا او جونيور اجاي الاثنين لاعبين مهمين جدا بالنسبه للنادي الاهلي وكابتن حسام البدري، الاثنين عندهم قدرات كبيره جدا، وبالتحديد مؤمن زكريا يمكن هو هداف شويه واحنا محتاجين اكيد اجوان في المباراه دي، فممكن الكفه تكون ارجح لمؤمن زكريا ان هو يبتدي خلال هذه المباراه، وممكن يبتدي كمهاجم جونيور اجاي، لكن الاقرب هو هيكون وليد ازارو طبعا، اكيد مهاجم مهم جدا. ما فيش توفيق في بعض الكرات لكن تواجده مهم جدا، بيعمل ازعاج كبير جدا لمدافعي اي فريق النادي الاهلي بيقابله. ده التشكيل الاقرب بالنسبه للنادي الاهلي. خليني اقول لكم ان التحرك ان شاء الله هيكون في تمام الساعه 4:30 عصرا طبعا بتوقيت تونس في اتجاه لملعب المباراه، طبعا هيكون الساعه 5:30 بتوقيت القاهره، لكن ان شاء الله الفريق هيوصل قبل المباراه بساعة ونص عشان تنطلق هذه المباراة الهامة جدا الساعة 7 بتوقيت تونس، الساعة 8 بتوقيت القاهرة، وإن شاء الله يا رب النادي الأهلي يكون موفق فيها. المحاضرة الأخيرة إن شاء الله هتكون متواجدة من كابتن حسام البدري، وهيقول فيها التعليمات الأخيرة بالنسبة للاعبي النادي الأهلي. إن شاء الله طبعا النادي الأهلي يقدر يفوز خلال هذه المباراة. خليني أقول لكم الأجواء هنا ودرجة الحرارة النهاردة، يمكن الأجواء بارده شوية، في جو مطر، يمكن خير يا رب إن شاء الله النادي الأهلي يفوز، وندعي كده إن شاء الله الأهلي يفوز خلال هذه المباراة. لكن أجواء يمكن أجواء كورة شوية، النادي الأهلي إن شاء الله هيقدر يحقق فوز مهم من خلاله يقدر يتأهل للدور قبل النهائي، ومن ثم استكمال المشوار المنافسة في هذه البطولة الهامة لكل جمهور النادي الأهلي.